يا رب انك تدوم هالنعم. الحمد لله. قومي قومي. اوف وش تبي بعد؟ لا والله تطورنا احسن. اشطريني قومي اشطريني. اوها هيا قومي قومي جيبي السوري. من زمان ما نظفت السوري مغبره. عاد اليوم عندي تحدي فرتين، اكثر ذبحات ياخذ فلوس. هلا هلا يلا نطي. رمضان شهر القران، انت سويت برمضان؟ صليت قريت قران؟ صوبي لصلاه. اساسا انا اقرا قران، بعد شوفي قراني على الطاوله هناك اقراه. والله بعد ما اخلص من السوري اقراه يا اخي. يعني لازم اقول لي جاي شوفيني انا اقرا قران. ايه صدقتك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الله. رمضان جاء وانا ما قلت ابوي خلنا نروح اقول. يابا تقول ان رمضان جاء؟ يا ابني رمضان تو تو الحين هو بالطريق الحين يجي. عرفت رمضان هذا ولد عمي ما تعرفه؟ افا يا يابا ما تعرف بلد اخوك رمضان؟ والله ما طر على بالي ولد اخوي رمضان. اهل البيت ها من اللي يطق؟ تهيلي يا رجال اكيد رمضان ان شاء الله. طيب هلا والله ببنت عمي. هلا بك يا رمضان. هلا انت رمضان بس باقي يا العيد. الغطبوا علي الغط على علي يوم سموني رمضان يوم بنت تيجي تطقطق علي. البلشة أهالي نايمين ومطفين اللمبات وأنا عطشان وشلون أقوم؟ لكن أسامة خلك قوي وانزل. ياسر هذا الجوال هناك خلنا نروح ناخذه.